هي البنتي فاهمي بس اسمها غدير حبيبي. بس انا بدلعها بقول لها يا اخوك عائشة وصغنون محمد والدلع ابو بكر. عندي ابن اخويا حمزه صغير عنده 3 سنين، اول ما يشوف ماتش ولا اي حاجه في التلفزيون يقول لك محمد طبعا. قعدت 15 سنة متجوز، ربنا ما عطانيش، والله ربنا عطاني محمد في سنة تالتة ومريم في حضانة، آخر سنة ليا دي في حضانة. القبض بتاع مجلس المدينة كل 5 سنين لما يتحرك شوية، كل مدة لما يتحرك شوية. محدش بيسأل فينا احنا لنا 10 سنين قبضنا 1000 جنيه. يعني احنا كنا على الديوان كنا مرتاحين. ال 1000 جنيه يعمل ايش بقى؟ نجيب فروض ولا نجيب طماطم ولا نودي العيال الدرس؟ وعلى طلع عند العيال ما وديتها دروس عشان وما نفع. سوق في المدرسه، على لي من سوق. انا ادري كل ما وديني الدرس الابلة كده. عندي واد في ثالثه اعداد، واد في سنه ثالثه ابتدائي. اروح اوديه الدرس يقول لي هات فلوس، طب اجيب فلوس من الشهر ده سامحه والشهر الجاي قال له خليه جنبي في البيت. شيخ اما اكبر وبحا اما اكبر وبف بصلي وحاجات كده حلو. وانا ما احب التفاح وكل حاجه. ايوه بتحب التفاح وايه كمان؟ والموز والصراوه والاناناس. يلا يا دان انزل عشان انزل بعدين، انا هطلع لك من فوق. يلا يا انزل بعد ما تخافش يا بنت. يا انا زي ما انت تاخد المرات يا ابني دان. يلا بقى يا ما تخافش، والله ما بتعمل حاجه. يلا يلا يا ياد يا خير. احنا هنفضل كده ولا والله تنزل يلا. يو يا ما تخافش، معلش يا ما بتعملش حاجه. انا مش عامل انزل يا فاح طول عمري. انا اشتغل على الكورنيش. انا صاحب الملاحي. من امتى اشتغل في اللعب؟ ليه 40 سنه. اللعب هنا على الكورنيش ولا كنت في مكان تاني؟ على الكورنيش ليه 15 سنه. شغلنا هنا على الكورنيش عندنا الالعاب الاطفال بنشغلها وقاعدين هنا في مولد بنطلعه، ما فيش مولد قاعدين قاعدين على الكورنيش والهوا. رات الحسين والساده زينب والساده نفيسه شغل القاهره احسن ولا بلاش؟ والله كل واحد يعني. لا شغل النيل حلو. النيل حلو. احنا واخدين علينا لو يوم ما جيناش هنا بنبقى نتعب، نقعد في البيت نفسيتنا بتتعب. كورنيش هنا جميل واخدين عليه. بتعملوا كل حاجه هنا؟ بتطبخوا هنا؟ لا بنشتري بقى اكل من بره، من عند البكري بتاع السمك اللي قدامك، نبعت نجيب كشري من عند البكري برضه، نبعت نجيب اكل من السوبر ماركت، بنجيب اكل من البيت نطبخ ونجيبه واحنا جايين. هنا بقى نعمل شاي بس، جايبين السخانات بتاع الشاي وقاعدين. اخرنا هنا في الصيف كمان لحد بعد الفجر واحنا قاعدين هنا، والله مش عايزين نروح. شغل الصيف حلو. شغل الصيف حلو عامه، شغل الشتاء مش حلو خالص. لكن نزلتوا على غفله، ما فيش شغل ولا في اي حاجه ولا في حركه، البلد فيها حاله ركود من مش عارف من ايه. يعني احنا كشباب مش عارفين نعمل ايه. وحضرتك انا مأجر المكان ده ب 700 من المحافظه، تمام، وطبعا غير الممارسات والكلام ده كله، غير العمال اللي شغاله هنا والكلام ده كله، طبعا المكان وقع عليا هنا ب 15000 جنيه. طبعا غير ال 15000 طبعا الحكومه بتحاربنا، اللي هي ما بتاع اللي هو بتاع المرافق بيجوا ياخدوا الكراسي، والمفروض انا ليا يعني ليا في كراسه الشروط ليا يعني ايه، هم موضحين لي كل حاجه تمام. بس طبعا شكيت كتير ورحت المحافظ كتير ومحدش مفيش سائل على المسؤول. يعني
مصرح حضرتك في يعني المكان بتاعي مصرح، بس طبعا هم بيجوا يشيلوا برضو الكراسي. هنا استاذ المحافظ كويس يعني معانا، وما اي مشكله بنلتقي للمحافظه، المحافظه بتحلها لنا. احنا كان عندنا شكوى ورحنا للمحافظه عشان نقدمها، قال لك حطها في خدمه المواطنين، ما عرفناش نخش حاجه ولا عرفنا، قال لك حطها في خدمه المواطنين وحطها في خدمه المواطنين، لا ما عرفنا، ما حدش بيعرف يعمل حد. ورحنا هنا للرقابه الاداريه عشان نقدم الشكوى برضه، ما سال اخذوها وسالوا فيها وبعتوا وكلمونا، بس برضه ما قال لنا نروح المحافظه، ورحنا حطينا الشكوى بتاعتنا في خدمه المواطنين وعودنا. قبل ما كان قبضنا ناقص 100 جنيه. هنا النهارده حوالي بتاع 30 سنة. 30 سنة في الأرض يعني. أملاك دول. نزرع في أملاك دول. ربنا يخلينا الرئيس بتاعنا. يا رب. رئيس الجمهورية. وأنت بتأجر أنا مأجر من أملاك الدولة. خدها من أملاك الدولة، البحر بيغرقها من بينزل من عليها في شهر 9. بينزل عليها من شهر 9. وبيغرقها في شهر 5. ركبها البحر في شهر 5. يعني نخسر أي واحدة بس. ربنا يعين. موضوع مع اقتصاد النهضة ده هيأثر على الصيد في مصر؟ أكيد. هيأثر إزاي؟ أكيد مأثر على المية. من المية أنت حاسس يعني دلوقتي؟ أيوة. شايفها؟ أيوه أيوه. السنة كان زي الوقت كده، كان زمانه البرسيم له مخزن اللي هناك ده، كان زمانه مليان مية. في حوالي 2 متر مية، 3 متر مية. لسه البحر ما زادش أهو. النهاردة يوم كام؟ النهاردة كام؟ 26؟ 28/4. كان البحر بيزيد نص الزواد، فاربعة ده كان بيزيد نص الزوادة. كانت الفلاحين اللي زرع قمح تحصد بدري وتروح زرعها بدري، لكن الوقت لا، النيل خس المية فعلا. أدرك تحت 3 سنين ما يهمكش حاجة. احنا الحمد لله وتحيا مصر، تحيا مصر. احنا بنعمة من عند ربنا، وعطانا ربنا الحمد لله رضا من عند فضل رضا. تحيا رئيس الجمهورية، تحيا رئيس الجمهورية هو خلانا واقفين على حيل. اتجوز ازاي من اللي انا شايفه في الدنيا دي؟ يعني انا اتجوز ازاي من اللي انا شايفه في الدنيا دي؟ بس ايوه انا اطلع في الدنيا. اطلع يا عم. لا ده انا هقف يا عم عشان ادور برضو معاه. والله انت ممكن تدخلينا السجن وتدفع جماعه الاخوان المسلمين. ايوه يا عم انا ده بعد الاخوان المسلمين يعني. ماله من الاخوان المسلمين؟ وانت ما تعرفوش حاجه عن الاخوان خالص. خلاص انا طلعت من الليل. انا اللي امنع الرزق بتاعه.